يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحلف بالمصحف أو بجاه السور هل هو مشروع؟ المصحف فيه جلد وفيه وفيه حواشي وفيه، ما يحلف بالمصحف، لكن يحلف بالقرآن أو بآية من القرآن، ما تحلف بالمصحف، لأن المصحف فيه جلد وفيه عمل إنسان، كتابة، فيه مداد وحبر، فيه نعم، فيه شيء مخلوق، فيه كلام الله وفيه أشياء من عمل المخلوق، فلا يحلف بالمصحف، نعم، يحلف بالقرآن أو بآية أو بسورة، نعم. السؤال بجاه السور يا شيخ. لا ما ورد هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى حين السؤال بجاه الرسول ما يجوز، تبي السؤال بجاه السور، السؤال بالجاه لا يجوز، نعم.